تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود التي بذلتها اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك من خلال تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسه مجلس الوزراء رئيس اللجنه وثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الذي تقوم به اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل الفوري معها لتوفير الرعايه الطبيه اللازمه والتدخلات الصحيه المطلوبه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيه. هذا وقد اوضح التقرير انه تمت الاستجابه لنحو 621 حاله تم رصدها عبر الصحف والمواقع الاخباريه ومواقع التواصل الاجتماعي.